اليوم حنايا في حفل اطلاق اخر نسخه من سلسله رينو اللي هو اوبو رينو 7. هذا الهاتف اللي ابار لي كاركتيرستيك تكنيك يعني اون فا دير لي سبيك ديال لو سمارت فون فيه واحد لا تكنولوجي انوفانت سي اون بريمير دون لاندستري. اول مره اول هاتف غادي يدخل السوق المغربيه اللي فيه خصائص تقنيه بخلاف الهواتف اللي موجوده في لو مارشي. اي لا جو في بارلي دو سيلفي سنسور يعني واحد الكابتور ديال الكاميرا ديفلوبي كو ديفلوبي انت اوبو اي سوني. سي لا بروميير فوا اللي كاين ان سمارت فون اللي فيه هذا لو كابتور الي اكسكلوزيف ا اوبو خاص باوبو ديفلوبيناه مع شركه سوني اللي هي شركه رائده في عالم لي لونتي ولا لي كاميرا و الي انتغري في لو اوبو رينو 7. كاين خاصيه ثانيه اللي هي المايكرو لانس اللي هي خاصيه ما متواجده حتى في شي تليفون اخر ولاول مره متواجده بالسوق المغربيه واللي كتمشي حتى تكبر الصوره حتى 30 مره باش نكتشفوا اشياء جديده ونقدروا نستمتعوا بها في لوزاج ديال السمارت فون ديالنا. ثالث خاصيه واللي هي اول هاتف اللي الخلفيه ديالو من الكوير ناتوريل اون فيبر دو فير. يعني ما كاينش هذا الهاتف ما كايناش هذه الخاصيه في شي هاتف اللي اكطوالمون ديسپونيبل اللي كتعطيه ا لا فوا. دونك الا اختصرنا غادي تكون عندك لا تكنولوجي في الهاتف غادي يكون عندك خصائص متميزه واللي هي تري كومبيتيتيف يعني و متوفره في لو مارشي اكطوالمون. مي اوسي عندك هاتف انيق ديال الفئه المتوسطه بخاصيه احدث يعني احدث الاصدارات ديال الهواتف على الصعيد العالمي الجوانب يعني دوغي يعني كاري سي ان كورلي سليم. مي اوسي الي دوتي دان باك كوير يعني خلفيه من الكوير اللي كتعطي واحد الاناقه للهاتف ديالك. دونك عندك هاتف انيق عندك هاتف فيه تكنولوجيا اخر تكنولوجيا في لو موند يعني لونسي مونديالمون مي اوسي هاتف ديال الفئه المتوسطه بثمن جد مناسب.